الشبه الأول قالوا عنه بأمثالهم أنه كل ما حل بترجع البنت للعشرين، وفي صيف تاني بينه وبين الشهر يلي بعده، بس إلا ما تجي برداته يلي بتقطع القلب يا مساكين. تشرين. شو في شي مثل أو غنية بتذكرك بشهر تشرين؟ شو بيشبهك تشرين؟ بيقولوا في مثل، شو بيقولوا؟ ما بي ليجي تشرين بطبع العشرين. شو بيشبهك تشرين؟ غدار ولا؟ هلا أكيد ما له غدار، بس الغنية هيك بتقول. تشرين؟ بين تشرين وتشرين في صيف تاني، هيك بيقولوا، أي والله. هلا عن جد هيك شايفين ما. بالأساس تسميتها هي الميلادية مانا عربية. إغريقي. هم من قبل هيك مسمع، بس ما عندي فكرة بصراحة. هدول الأشهر تبعتنا مش عربية، أشهر فارسية. أنا أصلا ما بعرف شو يعني تشرين، لحتى تعرف. طب مين ممكن يكون سما من الناس اللي قدام؟ اللي سما بقية الأشهر. هي رومانية مش عربية، أو بيزنطية إذا بدك في اسم منها. الأشهر العربية مختلفة. طبعا أنا ما ولدت شهر تشرين. هاي أحلى ذكرى معنا. أحلى. أهم شيء ستة تشرين. ذكرى الحرب التحريرية لك عشناها نحن. حسب الروايات تشرين من الكلمات السريانية، وكان في تشرين قديم وتشرين جراي أي اللاحق، ومعناه بالعربية البدء والشروع، وكان أول شهور السنة السريانية لأنه بوقتها كانوا بيبدوا بالزرع قبل ما تجي الشتوية. أكتوبر، اللفظ اللاتيني أكتو ويعني الرقم 8، والسبب ترتيبه بالتقويم الروماني. بالوقت الحالي وحسب التقويم الميلادي صار 10 الأشهر، وهو 30 يوم، وبآخر يوم جمعة بهالشهر منودع التوقيت الصيفي لندخل بالشتوي.